وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف علي فقيه المحلل الاقتصادي في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات. مرحبا بك معنا أستاذ علي في نشرة الثامنة. وبداية، هل وضحت لنا أوجه التعاون الاقتصادي بين مملكة البحرين وسلطنة عمان؟ أهلا وسهلا فيكم. طبعا في البداية أحب أبارك لسلطنة عمان حكومة وشعبا على العيد الوطني المجيد. وطبعا العلاقة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان قبل ما تكون هي علاقة اقتصادية فهي تاريخية وأخوية على المستويين الرسمي والشعبي. فمنذ استقرار دولتي عمان والبحرين في أوائل السبعينات القرن الماضي تم تعميق أوجه التعاون بين بلدين نحو أفاق أوسع في مختلف المجالات. فقط في الآونة الأخيرة وخلال الزيارة الرسمية لصاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم لمملكة البحرين ولقاء بحضرة صاحب الجلالة المعظم الملك حمد بن عيسى الخليفة، تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتعتبر هي الأكبر في تاريخ العلاقات بين بلدين. تم توقيع على 6 اتفاقيات شملت التعاون في المجال الأمني ومجال النقل وحرية الملاحة البحرية وتطوير نقل الموانئ والتعاون لمركز البحرين دراسات استراتيجية ودولية والطاقة وجامعة سلطان قابوس في مجال دراسات والبحوث. والأهم من ذلك تم الاتفاق على تأسيس شركة بحرينية عمانية قابضة في المجالات الاستثمارية. كذلك تم توقيع 18 مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي مشترك شمل التعاون في مجال تقنية المعلومات وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتعاون في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار. وتم كذلك التعاون في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. وطبعا هناك العديد من مجالات التعاون الأخرى اللي راح تمكن البلدين من إحداث التنمية في مختلف المجالات الاستراتيجية والاقتصادية. وراح يكون هناك كذلك تنسيق دبلوماسي رفيع المستوى وتشاور مستمر في كافة المجالات والعمل على الترويج للفرص الاستثمارية واستقطاب وتسهيل عمل المستثمرين. فكل هذه الأمور راح تعمق التعاون والتقارب الأخوي والاقتصادي بين بلدين على المدى القريب والبعيد إن شاء الله. نعم أستاذ علي، يعني دعنا نتطرق إلى مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كيف تراها في المستقبل؟ نعم طبعا من خلال توقيع هذه الاتفاقيات طبعا راح يكون هناك تنمية على مستوى قطاعات الدولة في سلطنة عمان ومملكة البحرين. وطبعا هذه راح يعزز الاقتصاد على المدى المستقبلي. ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله باذن الله. باذن الله. علي فقيه المحلل الاقتصادي في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، شكرا جزيلا لك.